بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. راح نتكلم النهاردة عن الجزء الثاني من الجريديانت. يمكن نكون الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن اللينير جريديانت، النهاردة راح نتكلم عن الراديال يا جماعة جريديانت. تمام، الراديال جريديانت ده درجة تاني أو نوع تاني من أنواع الجريديانت الجميلة خالص، اللي هي بيبقى القصه انها ما بتبقاش من الاركان، بتبقى القصه من المركز يا جماعه. تمام، من التدرج بيبقى من المركز لبقيه الاجزاء لغايه بشكل قطري لو حبينا نتكلم بشكل هندسي يعني. تمام، السنتاكس بتاعي بتقول لي والله انت عندك طبعا راديال جريديانت، بعدين بتكتب الشيب او السايز، طبعا الشيب سايز والبوزيشن، بعدين بتحط الايه اللون البدايه لغايه لما توصل لاخر لون خالص بتحطه بيبقى لون النهايه. طبعا احنا بصدد تفصيل الامور ديت في السيشن ده. تمام، طيب هنبتدي معلومه بسيطه كده البدايه خالص. انا عندي 19 ديفيجن، كل ديفيجن واخد كلاس برقمه، ده بعدد الامثله اللي راح نضربها في حلقه اليوم. والديفيجن مستايلها بفلوت ليفت علشان بس ايه اثبت للناس ان الجريديانت برضه بيتاثر بالويتس، فاهمني؟ يعني هو مش فيكسد، مش حاجه فيكسد لا. وحطيت ويتس ان بيرسنت وهاي ومارجن ولون وخلفيه وكده. المهم اول مثال راح ابتدي ب اي اكس 01 اللي الكلاس الاولاني ده يا جماعه. طبعا النتيجه عندي في البراوزر يا جماعه بتبقى ايه؟ بتبقى الالوان ديت. انا يعني معايا 19 ديفيجن فاضيين ما فيهمش اي حاجه. انا ابتدي باول ديفيجن، اول واحد خالص اللي هو بيكون عباره عن ال 01 ده يا جماعه. طيب كالعاده باك جراوند الخاصيه بتاعي، وانا شغال على كروم فهحط ويب كيت يا جماعه فيندور بريفكسز علشان نسهل على الناس، وهروح اقول له راديال داش جريديانت وافتح اخواسي وهبتدي اكتب يا جماعه. طب في الاول خلاص كده هندي مثال بسيط جدا. اول نقطه راح نقول تو جريديانت كلر، لونين اتنين بس يا جماعه. تمام، انديجو وكوما، بفصل ما بين الواني بالكوما، وبعدين بلاك مثلا اللون الاسود. تمام، انا الالوان ديت يا جماعه ما جبتهاش من عندي. لو انت رحت لل W3 سكولز وقلت له هتلاقي في كلر نيمز باليتات كبيره جدا من الالوان بالهاش بالشفرات، انت طبعا ممكن تتعامل معاها بشكل زي ما انت عايز طبعا يعني. تمام، بالهكس بالقصص دي الامر يعني ايه مش جديد على الناس. ولو انا عملت ريلود اروح اشوف ايه المشكله بتاعتي. راديال ويب كيت جريديانت، تمام، كنترول اس، انديجو اللون الاولاني مش مظبوط، اسمه انديجو اللي هو درجه من درجات اللون البنفسجي انا ما اظن ان صدق التعبير يعني. تمام، فنبتدي نوصل للنتيجه ديت. ده اول مثال بسيط جدا، التدرج بيبتدي من المركز، من المركز بمنتهى البساطه اللون الاولاني الانديجو ده اللي هو اللون البنفسجي، وبينتشر للاطراف اللي هو ايه لغايه لما يوصل للون البلاك. تمام، فتحس ان الاثنين كده فيكسد متركبين على بعض من اول درجه اللون الانديجو السوليد لغايه ما يحصل لها امتداد لغايه لما توصل لاخر درجه من درجات اللون، اول درجه من درجات اللون الاسود، والاثنين كده تحس كانهم فيكسد ببعض. فنقطه البدايه بتكون نقطه المركز يا جماعه، النقطه ايه اللي حوالين منها المحاور، نقطه صفر اللي هي النقطه اللي في المركز. تمام، طبعا مش هينفع نقول عليها صفر وصفر اطلاقا يعني. تمام، ده لها قيمه وليها مساحه. تمام، خلينا نروح للنقطه الثانيه 3 gradient colors. المثال الثاني راح نحط اسف راح نحط ثلاث الوان يا جماعه. هاخد القصه ديت بكوبي ونحطها على الديفيجن الثاني. تمام، وفي الديفيجن ده هنقول هنضيف لون ثاني، اللون الثاني هنخليه جبل وهنسميه جرين يلو. طبعا احنا مش هنسميه ولا حاجه، التسميات زي ما احنا قلنا انها ايه اوريدي جاهزه، وبفصل ما بين الالوان بالكم. فانت عرفت كده الفكره. القصد ان انا اوضح لحضرتك المفهوم ان ده هيكون المركز بعد منه الجريديانت، ده بعد منه في الاخر خالص على الاطراف الجريديانت ده. يعني انت بتمشي من المركز للاطراف، اول لون بيبقى اقرب لون للمركز على الشمال طبعا، بعد منه اللون الثاني ده اللي هيكون الوسط ما بين الاثنين، وبعد منه اللون البلاك لا هيكون البعيد خالص.
فاهمني يا جماعه؟ اوكي. فانا لو عملت ريلود وركز في الزيرو 2 يبقى ادي النقطه، بعدين هوصل لدرجه من درجات اللون الانديجو لغايه لما اوصل للون الاسود. وعشان امر درجات اللون الانديجو من اللون الاولاني اللي هو الجرين يلو كان لازم اخد حلقه من الالوان. اهو الالوان، حلقه الالوان ديت يا جماعه هي اللي المفروض تمر بيها لغايه لما توصل للون الانديجو الصرف في السوليد. تمام يا جماعه؟ تمام، الله المستعان. نيجي بقى للنقطه الثالثه، هنتكلم عن السيتنج جريدينت شيب. الشيب اللي هو القصه بتاعت الشكل يعني. تمام اوكي. وفي الشكل مثال ثالث، لو نسخنا الكلام ده وانا كده يا جماعه ما كنتش محدد قيمه، هاخد على المثال الثالث، انا مش محدد شيب معين صح؟ اهو انا كاتب بس الواني بشكل عام، وطالما انا مش محدد قيمه يبقى القيمه الافتراضيه بتاعي هي عباره عن اليبس. واخدكم وبكده نقول اني ادي طالما مش محدد شيب يبقى القيمه الافتراضيه بتاعته اليبس. متفقين؟ وطالما انا مش محدد شيب او الاقصد اقوله ان المكان بتاع الشيب بتاعي بيتحط جاب اللون. متفقين؟ تمام. يعني انا لو عملت اليبس كده وبصيت على مثال ثلاثه المفروض ما الاقيش فرق ما بينه وما بين اثنين، لان هما الاثنين نفس القصه بالظبط. انا ما هنا الفرق الوحيد اني هنا انا حددت اليبس وهنا انا ما كنتش محدد، بمعنى ان القيمه الافتراضيه هي اليبس. طب اوكي، لو انا جيت ورحت غيرت اليبس ديت يا جماعه بحاجه ثانيه، وده اللي احنا هنحاول نشوفه في المثال الرابع، يبقى انا بنجم بختار في الشكل ما بين حاجتين الاثنين، ما بين الاليبس يا جماعه وما بين الحاجه الثانيه اللي هي بتكون عباره عن اكزاكتلي سيركل. تمام، يبقى ما بين اليبس وما بين سيركل، وسيركل هنركز في الديفيجن الرابع يا جماعه، في الديفيجن الرابع ده اللي هو في السيركل، دي الدائره وده الفرق ما بين الاثنين. طبعا معنى واضح، ده اوفال، ده شكل هندسي من ضمن الاشكال، وده السيركل الدائره. متفقين؟ طبعا ديت اقطارها كلها متساويه، بس هنا ايه مش متساويه، ده الفرق ما بين الشكل البيضاوي وما بين الدايره. تمام اوكي، نيجي للمثال الخامس، هنتكلم عن السيتنج جريدينت بوزيشن. وفي الجريدينت بوزيشن احنا هنطول شويه يا جماعه. تمام اوكي، وخليني اقول انتر وفي، انا رايح للمثال الخامس. هل سبق اني انا حطيت قيمه للبوزيشن يا جماعه؟ لا، ما حطيتش اي قيمه للبوزيشن، يبقى القيمه الافتراضيه بتاعت البوزيشن هي عباره عن سنتر. اوكي كده وصلنا لمفهوم ثاني، مفهوم بان الترتيب بيمشي ازاي. الترتيب بيمشي البوزيشن الاول، بعد منه الشيب، بعد منه حطي لي الكالر ستوبات بتاعتك. متفقين يا جماعه؟ يا اول حاجه البوزيشن، بعد منه الشيب، بعد منه الكلر الاستوبات بتوعك اللي هو ما هيبني هيمشي عليهم الجراديانت. تمام اوكي، طالما انا ما حطيتش قيمه افتراضيه للشيب، القيمه الافتراضيه عباره عن اليبس. انا بختار في الشيب ما بين حاجتين الاثنين، ما بين اليبس وما بين سيركل، انا بحاول اراجع. جميل، طالما انا ما حطيتش قيمه افتراضيه للشيب للبوزيشن يبقى القيمه الافتراضيه بتاعتي عباره عن سنتر. ولو انا حطيت سنتر في القيمه رقم 5 المفروض ما اشوفش فرق ما بين ما بين 4 و5. طب نركز كده مع 5 ونعمل ريلود، المفروض ان مفيش فرق. ليه؟ هو في فرق لان ده مش سيركل، 5 على فكره مش سيركل. خلينا نشوف 5، انا عامله اليبس. لو انا كنت خليته سيركل يا جماعه، عملت كنترول اس، تمام كده المفروض ما اشوفش فرق ما بين 5 و4، ونعمل ريلود. كده المفروض اكزاكتلي ما اشوفش فرق ما بين الاثنين دولت، لان هما الاثنين تقريبا زي بعض باستثناء اني حطيت سنتر. تمام، حطيت القيمه سنتر. جميل، وسنتر ديت مع ايه؟ القيمه الافتراضيه. طيب لمن لا يعلم برضو، كليك تاني مره، سنتر ديت يا جماعه معناها سنتر ومسافه سنتر، ذات الكيورد الجميل جدا بتاعنا. او انا بتكلم عن بوزيشن، وطالما بتكلم عن بوزيشن اربط معايا الاحداث ورجعني باك جراوند بوزيشن. فاكر كنت لما بحدد اليمنتس بختار ما بين ابعاد 5؟ ها انت فاهمني؟ طيب ماشي اوكي، انا كتبت سنتر وسنتر، لو انا عملت كنترول اس وبصيت على 5 مش هلاقي فرق. طيب جميل خالص، عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك بمنتهى البساطه ان ده يا جماعه بيشغلني على المحور ايه بالظبط؟ ده بيشغلني على بيشغلني على الراسي ولا الافقي؟ ده بيشغلني على التوب والبوتوم يا جماعه. يبقى ديت واحد من ثلاثه، معايا توب ومعايا سنتر ومعايا ايه؟ معايا توب ومعايا سنتر ومعايا بوتوم. لكن في حين الثاني ديت اللي هو هيشغلني على على الافق يا جماعه، اللي هو مثلا هيشغلني ليفت او رايت او ايه؟
ليفت او رايت او سنتر. طيب خلينا نعصلها بمفهوم جميل كده على المثال السادس. لو انا اخدت الكوبي وخليتها 6 وفي 6 انا عامل سنتر سنتر اللي هو المثال اللي انا كنت انا ضربته يعني. خليني انا ماشي خليها خلينا سنتر سنتر عشان نوضح ان نقول للناس ان اهو يا جماعه لو انا اسف كنترول زد لو انا كنترول زد لو انا ما كنتش كاتب سنتر يا جماعه في قيمه سنتر سنتر اللي هو الفرق ما بين 5 و 6 يعني 5 و 6 المفروض تلاقوهم زي بعض كده اللي هو انا مش كاتب غير سنتر مره واحده بس هي بتساوي ان انا كاتب سنتر مرتين. تمام جميل اوكي نيجي بقى للمثال السابع. وفي المثال السابع بتاعنا انا هروح اغير سنتر الاولانيه عشان تبقى توب. جميل يبقى كده الجريدينت بتاعي هيبقى على التوب. نركز في 7 او نركز في 6 فكده القصه بقت توب. انا المفروض ما اخليش دي 6 انا معايا 6 المفروض اخليها 7 انا اسف على كنترول اس بس عشان ايه المساله تمشي بشكل منظم شويه كده بيجي الجريدينت بتاعي في التوب على المحور الرأسي ده و في و و واخد القيمه ايه يا جماعه واخد القيمه سنتر على الفيرتيكال يبقى بتمشي هوريزونتال بعدين فيرتيكال يا جماعه متفقين اوكي جميل. طيب خلونا نضرب مثال ثاني مع مثلا 8 هذا المثال السابع توب وسنتر. طب ماشي احنا ممكن نخليها على فكره ممكن ما نخليهاش توب وسنتر احنا ممكن نخليها توب وليفت على كده بدل ما ايه على سبيل التجريب ونبص على مثال 7 يا جماعه هو بيجت من فوق على الشمال دي الفكره. تمام خلونا ناخد قيمه مره ثانيه. طيب في المثال الثامن على على مثلا حاجه فيها بوتوم اوكي المره دي في 8 وهنخليها بوتوم تمام وخلينا نخليها بوتوم ليفت يا جماعه ونشوف الفرق كده وادي في 8 هي كده بوتوم ليفت. لو انا عملت نفس السيناريو وخليت بدل ليفت ديت رحت خليتها سنتر الاقي ان هو بيعمل لي جريديانت في النص بس ايه المساله بقت من تحت. طيب جميل خالص اوكي ده بالنسبه ليه النقطه اللي احنا عايزين نقصرها عند الناس. ممتاز وجميل خالص. هو انا ممكن طيب اعمل كنترول او القصه بتاعت في البوزيشن ده بس باستخدام الكيوردات دي بوتوم وتوب وليفت ورايت وسنتر وسنتر والكلام ده. لا 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 انت ممكن تستخدم طريقه ثانيه اجمل كمان. انت ممكن تستخدم البرسنتج فاليو. البرسنتج فاليو ايه هي القصه؟ طيب ماشي خلونا نمشي مع المثال التاسع كده. انا بحاول امشي وفق مخطط عشان بس الناس ما تتوهش مني واعرف اوصل المعلومه. لو انا رجعت وكتبت يا جماعه سنتر خد بالك سنتر وسنتر سنتر وسنتر معناه ان انا بحطه في النص بالظبط على المحور الافقي او اسف على المحور الراسي بعدين سنتر على المحور الافقي اكزاكتلي بالظبط. لو انا قلت له 50% 50% و 50% 50% دي بتساوي سنتر وسنتر دي بتساوي سنتر يبقى المفروض ما اشوفش فرق ما بين 5 و 6 و 9 يا جماعه. لو انا عملت ريلود في 9 الاقي سنتر هو 5 هو 6 الثلاثة دلوقتي يا جماعه زي بعض متفقين جميل خالص. طيب ماشي انا كنت كاتب سيركل انا كاتب سيركل طيب خليني اقص المفهوم قبل مفهوم كده وبصوا بالله يا جماعه القصه اللي جايه دي في المثال العاشر. انا هحتفظ بال 50 و 50 وهركنها شويه واقول لك المره دي في السيركل ها في السيركل انا المره دي هكتب قيم ان بيكسل هقول له 100 بيكسل ومسافه 100 بيكسل. الناس تاخد بالها من نقطه مهمه خالص بالله يا جماعه. انا لما ببقى شغال في انا ما بروحش من كومبوننت لكومبوننت غير لما باخد الكومه. يعني انا دلوقتي موجود في البوزيشن الفرق ما بين البوزيشنز بتوعي بيبقى السبيس البيضاء. لما باخد كومه بفهم ان انا رحت لحاجه تاني. اول حاجه قلت ان انا في البوزيشن لما اخدت الكومه يبقى انا طلعت من البوزيشن ورحت لدايره الشيب. لما اخدت الكومه رحت لدايره اول لون الستوب الكالر ستوب او واحد لما اخدت الكومه رحت الكالر ستوب 2 كومه كالر ستوب 3 وهكذا. لكن طالما انا موجود في نفس البوزيشن مش بفصل ما بين الكومبوننت بتاعت البوزيشن الواحد غير بوايت سبيس. هنا انا قلت له 100 بكسل و100 بكسل شوف الفرق يا جماعه في المثال رقم 10 دايت يا جماعه تمام وعملت ريلود هي 10 ولا ايه هو انا قلت له 100 بكسل و100 بكسل 10 اكستنشن اي اكس 10 تمام 50% كوما 100 بكسل 100 بكسل نينجو بلاك اوكي جميل خالص. طيب ريلود
هو تقريبا الستايل اللي طبق على بقية الكومبوننت، بقية الأمثلة كلها. بس 10 ان انا ما غيرتش في ال صحيح، انا اسف انا نسيت مغير في دول 11، انا اسف جدا. 12 13 14 15 المفروض 10، انا اسف مرة تانية 11 تمام. الله المستعان، كنترول اس. وانا كنت في الشيب بتاعي كان اللي هو الشيب رقم 10، وكنت بتكلم في النقطه ديت يا جماعه. قلت ان انا حطيت 100 بكسل و100 بكسل، فال 100 بكسل الاولانيه كنت بقول للناس لها انها بتمثل الويدث يا جماعه، تمام. انا قلت بقول ان النقطه الاولانيه كنت بتكلم عن الايه، عن البوزيشن. بعدين رحت دخلت في الشيب نفسه انا دلوقتي، فبقول له انا عايز الشيب بتاعي يبقى 100 بكسل في 100 بكسل في المثال رقم 10. فهتلاقي ان الشيب بتاعك عباره عن اكزاكتلي دايره يا جماعه. لو انت حولت تغير ده لمن لا يعلم، اهو النقطه الاولانيه بتكون عباره عن ويدث، النقطه الثانيه بتكون عباره عن هاي. طب لو انا قللت الويدث وخليته 50، خد بالك ان انت بتحاول تقلل من الويدث. طيب وشوف اللي هيحصل كده، هتلاقي ان المساله بيجي ان الويدث الاوفل يا جماعه بيجي تحس ان هو قريب، بيجي البيضه بس واقفه، الاوفل بيجي بيضاوي بس واقف. الناس فاهماني؟ ديت هتبان اكتر لو انا عملت على مثال 11 ورحت قلت له والله بص بقى خلي لي دي 200 بكسل وخلي لي ده 100 بكسل. انا هحاول اعكس القصه في المثال 11 يا جماعه. فبص الشكل بيجي بيجي العكس بقى، انت حاولت تكبر في الويتس لكن الهاي هو اللي 100 بكسل اللي هو الصغير ده يا جماعه. فدي الفكره في المثال ده. ممتاز وجميل خالص. خلوني ارجع مره تاني للسيناريو بتاعي. رايت اوكي. المثال اللي جاي انا كنت عايز اشتغل على النقطة الأولانية، تمام. خلونا ننسخها كده. النقطة الأولانية اللي هو هشتغل عن على ال 50 وال 50 ديت يا جماعة اللي هم كانوا خاصين بالبوزيشننج. لو أنا مش حابب الفكرة، يعني أنا مش عايز الحاجات تبقى سبيسيفيك في أماكن معينة، أنا عايزها تبقى أقصد يعني مش عايزها تبقى في توب وليفت ورايت، ولا أنا عايزها تبقى في مكان معين اكزاكتلي بالظبط. فجس وات اللي هيحصل لو أنا كنت حطيتها على صفر، تمام. وانا في البوزيشن بقول يا جماعه ان في البوزيشن ده على محور اكس وده على محور واي، فانت ابتديت المحور اكس بصفر، فالنقط النقط الالتقاء الالتقاء بتوعك بتبقى عباره عن صفر و50% من المحور واي. هو جس وات، خمن اللي هيحصل كده في 12، خمن اللي هيحصل في السوليد بتاع 12. ها صفر ها و50% من المحور واي، يبقى فين الصفر في المحور اكس؟ نقطه بدايه الاكس اهي، ده كله صفار في اكس. في واي بقى واي بدأ انت ماشي معاك كبير، انا عملت ريلود الاقي ان القصه اهو هنا صفر، فراح ايه ابتدى لك القصه من صفر و50، ابتدى لك فخد بالك نص ال 50 في الواي. الناس فاهماني؟ اللهم خير. يعني هو شغلك على الواي زي ما هو، فهو ماشي على الواي مفيش مشاكل 50% من الواي، لكن من نقطه صفر هنا في اكس، تمام. لو انا طيب كنت وضحتها، لو حبينا نوضحها في المثال اللي جاي يا جماعه في 13، ونقول لو انا كنت خليتها رقم جميل شويه، ممكن نخليها مثلا 10، هتبان ان هو هيتزج شويه اكزاكتلي في 13. ايه اللي هيحصل؟ ان هو هيتزج شويه كده، يعني هو اتزج شويه كده فظهرت ال 10 بكسل شويه كده، لكن محاوري على الواي زي ما هي، الهاي بتاعي زي ما هو، انا ما حصلش فيه اي حاجه، شغال يعني عادي. تمام اوكي. هو بس كده ممكن يحصل على البوزيشننج، ممكن يكون كمان موركم يعني مور سبيسيفيك باني اقول له خد بالك اني عايزها مثلا 50، خليني اكتب القيم بتاعي 50 بكسل زي ما انا كنت عملت من شويه هنا، انا عايز 50 بكسل و100 بكسل سبيسيفيك يا جماعه. ساعتها انا بخصص بالظبط، بقول له انا عايز 50 بكسل على المحور اكس و100 بكسل على المحور واي، تبتدي لي الاوفال بتاعي اللي بيتكون من ثلاث الوان، تمام. وده بالنسبه للاكزامبل 13، نشوف كده في 13 هو ابتديت بسبيسيفيك، انا مشيت 50 بكسل وعلى الواي رحت ماشي من رحت ماشي من فوق لتحت، مشيت لغايه كام يا جماعه؟ مشيت 100 بكسل في الافقي من ورا،
لغايه لما وصلت للقصه دي. انا قلت ان نقطه البدايه بتاعتي 0 0 من فوق على الشمال، رحت ماشي 50 او انا ماشي لهنا 50 ورحت ماشي من فوق لتحت طبعا ال 100 بكسل لغايه لما اوصل للنقطه ديت. تمام جميل، الله المستعان، رب يكون ايه الناس ما تشتتتش ومركزه معايا. خلونا ناخد النقطه الرابعه والاخيره، نتكلم عن البليسنج الكالر ستوبس. هنتكلم بقى عن الكالر ستوبس يا جماعه. طيب ماشي، خلوني اضرب مثال كده وننسخ حاجه من فوق، حاجه فيها ثلاث الوان. ماشي، ناخد المثال بتاع الكلاس اللي فيه ثلاث الوان ده كنترول سي، هو هيكون محور حديثنا في الكلاس ال 14. تمام، انا معايا في ال 14 ثلاث الوان، متفقين؟ انا ما عملتش كنترول في اي حاجه، كل اللي انا هعمله بس اني هحاول اضيف الشيب واقول له والله سيركل عشان يبقى الكلام موزون شويه، يعني شكلها هتبقى اجمل، ده جانب شخصي شويه. تمام، فانا عايز شكلها يبقى سيركل في ال 14. اوكي تمام، الامر سهل وبسيط وما فيهوش حاجه. طيب ماشي، خليني اقول انا هحط سبيسيفيك رينج للالوان، انا بحاول اعقد الامور شويه. تمام، هحط قيم محدده للالوان زي ما انا عملت من شويه. هتحط قيم محدده للالوان. طب ماشي، خلينا نمشيها بشكل اسهل شويه، وانا هسيب لي اللون الاندينجو ده واقول ان انا الجريدينت بتاعي عباره عن لونين اتنين بس يا جماعه. تمام، اللون الاسود واللون الاصفر الجرين يلو ده. تمام اوكي جميل خالص. المثال اللي بعد منه، خليني احط قيم معينه للالوان. يعني ايه انت عايز تعمل ايه؟ ركز كده معايا شويه. في 15 هقول والله الجرين يلو انا عايزه يبقى 100 بكسل، وخد مسافه بالله ما تنساش ان انت لما بتكتب في رينج واحد قبل الكومات بتفصل باك سبيسز. تمام، الجرين يلو. طيب ماشي، بص اللي هيحصل كده معايا في المثال رقم 16. طب انت مركز؟ بالله لا تركز في الكام كلمه اللي جايين دول. انت طلبت منه ان هو ايه بالظبط؟ ان هو يبقى 100 بكسل على اللون على الجرين يلو. طيب ماشي، خليني اصغرها، انا اسف جدا، خليها 50 بكسل وبص اللي هيحصل. الرينج بيجي قليل شويه. طيب ماشي، انت بتحاول تقول ان الرقم اللي حضرتك بتحطه عباره عن اللون السوليد اللي هيتحط، لون مصمت. يعني بعد اذن حضرتك خد لي 50 بكسل، ال 50 بكسل هتاخدها قيم حيه للون الجرين يلو ده، يعني القيمه دي بره الجريدينت خالص، بره ال 50 بكسل ابتدي لي الجريدينت بتاعك. ولان حضرتك ما حددتش قيمه للجريدينت بتاع اللون الاسود، فراح هو اتفرد على المساحه كلها لغايه لما يوصل لاول قيمه حيه للون الاسود. تمام، يا رب يكون الكلام واضح عند الناس. طيب ماشي، ايه رايك لو انت كنت قلت لي عند اللون البلاك، ها نركز بالله يا جماعه. تمام، ورحت قلت لي انا هعلي القيمه دي، ادي لو خليتها 100 يا جماعه، اوكي علت على سبيل التوضيح مره ثانيه، انا اسف، خلينا نرجعها 10 بكسل، هي كانت 50 باين، ادي كنترول اس، ونشتغل على مثال ثاني عشان نبقى الكلام المقارنات موجوده عند الناس في ال 16. تمام، او 16 انا هخلي ده 100 بكسل اللي هو المثال الاولاني بتاعي. فلو بصيت كده على 16 يا جماعه، عملت ريلود كده 16، دي 100 بكسل، بعد منها هيبتدي الجريدينت لغايه لما يوصل لاول اول لون اسود سوليد، والباقي ده كله عباره عن الجريدينت ما بين اللون الجرين يلو لغايه لما يوصل لدرجات اللون الاسود. متفقين؟ الاركان ديت هي باينه باللون الاسود العالي شويه علشان احنا شغالين على ريديوس مش شغالين على لينير. متفقين؟ طيب جميل خالص، اوكي. انت عايز تقول ايه؟ انا عايز احط سبيسيفيك قيمه للون اللي بلاك، وركز معايا، وهتقول له 50 بكسل. انت متوقع اللي هيحصل؟ مش عارف بصراحه، بس نشوف الكلام ده كان في كام؟ الكلام ده كان في 16؟ ماشي مش مشكله، بس خلينا نخليه في 17 يا جماعه عشان بس الكلام يبقى واضح. ادي ناخده بكوبي وخليه في 17. سبيسيفيك هتحط قيمه معينه، والقيمه بتاعتي انا هخليها 50 بكسل. ادي كنترول اس واشوف اللي هيحصل في 17. كيب يور اي اون 17 بريلود. اللي حصل، حصلت حاجه هارد شويه، يعني حاجه غريبه شويه، ان ايه اللي حصل بالظبط يا جماعه؟ انت حطيت له قيمه سبيسيفيك للون الاسود، قلت له ان انت عايزه يكون عباره عن 50 بكسل. هو في الاول هيجرى الجريدينت ازاي؟ هيجرى ان انت عايز 100 بكسل سوليد على اللون الجرين. تمام؟ فهيروح يديلك
هو ده اللي حصل، ادى لك 100 بكسل سوليد على اللون الجرين، بعدين يروح ياخد 50 بكسل سوليد على اللون الاسود، فاهمني؟ فهو جوه الدايره دي لو فتحناها من جوه هنلاقي فيه 50 بكسل سوليد للون الاسود. طب فين الجراديانت يا عم؟ ركز، حرام عليك. طب هو اساسا الجراديانت بيتكون منه لين اتنين بس. طيب لما هو لقي ان القيمه بتاعت اللون الثاني اقل من القيمه بتاعت اللون الاولاني، فراح عبالك الارضيه باللون اللي ترتيبه الثاني اللون الاسود، وخلى لك القصه كلها اسود، فاهمني؟ طب ماشي، تمام اكتر. اكزاكتلي بالظبط. لو انا عملتها على مثال 18 ورحت معلي في قيمه اللون اللي بلاك، ورحت مخليها مثلا يا جماعه 200، فاهمني؟ طيب إيه لو انا خليتها 200 وكيب يور اي على 18 كده تبان شويه اكتر. يعني ايه؟ يعني اهو انا انا طلبت منه ان هو كده يعمل ايه؟ يعمل لي جرين يلو على 100 بكسل سوليد، لون السوليد ده تمام اوكي. بعد منها اعمل لي ايه بقى؟ خد لي 200 بكسل ليه اللون الجراديانت الثاني اللي هو اللون الاسود. طيب ولما يجي يبص على اللون الاسود انت عايز تحط له قيمه ب 200 بكسل، فيروح يعمل لك ايه بقى؟ يقول لك خلاص انا لقيت اني اخر لون معايا هو اللون الاسود، فاروح افرد لك القصه على ايه؟ على المساحه الباقيه كلها. تمام؟ الله المستعان، دي الفكره. طيب ماشي، خلينا نصعب الامور شويه في مثال 19 ده ونروح نعمل فيه ايه يا جماعه؟ ننسخ القصه دي عشان نتاكد بس من نقطه، والمره دي احنا هنروح نعمل ايه؟ هنقول والله جرين يلو هنخليه 50 بكسل، تمام؟ ونروح ضايفين لون تاني عباره عن اللون الابيض الوايت، وفي اللون الابيض هنخليه 80 بكسل، متفقين؟ وادي الكومه بتاعي. وبعدين اللون الاسود هنروح مخلينه كام؟ اللون الاسود هنخليه ده يا جماعه 100، تمام؟ اللهم المستعان. هنخلي اللون الاسود 100 بكسل. يبقى كده انت عايز ايه بالظبط؟ ماشي، نشوف الفكره مع مثال 19. تمام؟ مثال 19 ده هيوضح نقط كتير ان شاء الله باذن الله. يعني ادي الفكره في 19، انت طلبت منه ايه؟ انت طلبت منه سوليد الجرين ب 50، نفذه لك، قال لك حاضر ادي 50 هنا. بعدين رحت قلت له الوايت يبقى 80 بكسل سوليد، فاهمني؟ راح قال لك حاضر هنفذ لك، انا بالنسبه لي 80 بكسل سوليد من لون الابيض. طب ماشي، فين الجريدينت اللي ما بين اللون الابيض وما بين الاسود اللي هم المسافه ما بين ال 50 وال 80؟ ما بين ال 50 وال 80 في 30 بكسل، 30 بكسل ديت راح عملها لك جريدينت ما بين الجرين وما بين اللون الابيض، فعشان كده تحس بان اللون اللي في النص سايح في ال 30 بكسل مع اللون الابيض مش سوليد عليه. الناس فاهماني؟ مش سوليد عليه يا جماعه، تمام اوكي. نفس السيناريو حصل ما بين اللون الابيض وما بين اللون الاسود، انت قلت له ان انت عايز اللون الابيض سوليد 80 على 80 بكسل، فراح ادالك ال 80 بكسل سوليد على اللون الابيض من المركز، يبقى من 0 ل 80 ده سوليد. بعدين راح اكتشف ان انت عايز له بلاك على 100 بكسل، يعني انت عايز تبتدي لون سوليد بعديها ب 100 بكسل، فقال لك حاضر انا هبتديه لك. اكتشف ان في 100 في ما بين ال 80 وال 100 في 20 بكسل، فراح حط لك ال 20 بكسل هي الجريدينت ما بين اللون الابيض وما بين اللون الاسود، فعشان كده تحس بان اللون الابيض سايح مع اللون الاسود في ال 20 بكسل دول. ده اللي انا كنت عايز نوضحه في المشوار ده. يا رب ما اكون طولت عليكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.